الاوبن سوسايتي منظمه المجتمع المفتوح احد المنظمات الكبيره معروف موقفها من الدولة المصرية والمؤسسات المصرية، كانت هي الداعم الرئيسي، وبعض المنظمات الأمريكية زي منظمة المنحة المحلية الديمقراطية اللي هي National Endowment for Democracy، وفي مراكز أبحاث بقى في جامعات أمريكية مجهولة، يعني بتعمل دراسات عن الطلبة، بتعمل دراسات عن العمال إلى آخره. لكن اللي لا شك فيه اللي أنا متأكد منه أن مواقف هذه المنظمات أيضا تتفق ومواقف قطر تحديدا. تركيا ظهرت على السطح مؤخرا، يعني من يمكن من 3 سنين، لكن من 2011 قطر معانا في الواقع السياسي والحقوقي. واعتقد انه لم تضبط هذه المنظمات متلبسه يوما بانتقاد اوضاعه لسان في قطر مثلا.